الجزء الأول من اختراقنا برج المراقبة في مطارات بيروت ودمشق وتل أبيب، عرضنا كيف يمكن لأي هاو أن يتابع حركة الطائرات جويا، وبالتالي يصبح بإمكان أي شخص اختراق البرج والاطلاع على معلومات أصلا هي من اختصاص المراقبين الجويين، وإن كان البعض قلل من أهمية هذه العملية، ولكن وبحسب خبراء الاتصالات فأن هذا الأمر خطير جدا، ويمكن لأي مجموعة أو منظمة لها أهداف تخريبية أن تتحكم بمسار الطائرة وتقودها إلى حيث تشاء. فما هو الحل إذن؟ اليوم المجتمع المعلومات، أنت مجرد عم تستعملي جهاز رقمي أنت صرتي إذا بدك تابعة لشبكة ما فيك تسيطر عليها، هي بتسيطر عليك. لذلك إنه الغاية مش بالضرورة تكون استخباراتية، مش بالضرورة فيها تكون مزحة، فيها تكون اقتصادية، فيها تكون استخباراتية. مثلا في منظمة إرهابية بدها تعطي معلومات خطأ لطيارة، وتخلي هذه الطيارة تعتبر إنه هذه المعلومات نابعة من البرج المطار اللي هي مفروض انه توصل له، وقدرت هذه المنظمة الارهابية تمكنت بخرق الكمبيوتر لدى البرج، بتصير هي تسيطر على المكالمات بينها وبين الطيارة. هذه الطيارة الجهاز اللي موجود بالطيارات اليوم ما بيسمح مثلا للطيار جي انه يشيك بصدقية المعلومات اللي عم توصل له، بيعتبرها حكما انه هذا جاي من البرج. تغيير نظام الحماية بشكل مستمر، هلا هو مستوى التشفير، لازم انه يقدر يساجم هذه المعلومات الفايلات يعني مع تشفير بمستوى عالي. كاميرات المراقبة بواسطة الانترنت باتت هي أيضا في قبضة القرصنة في أي لحظة أمنية اختارها مهندسوها. كل الكاميرا موصولة انترنت قادر يفوت عليها. هنعمل نحن سيرتش هلا على المطارات، هذا مطار باليابان. هلا الفكرة من هذا البرنامج مش بس أنه قادر شوف أنا إشياء عم تصورها الكاميرا، عندي كنترول على الكاميرا، يعني أنا قادر زيحها غير ما بده برج المركز المراقب اللي عم ياخذ هاي الصور. يعني انا قادر اتحكم بالكاميرا عم تتحرك، يعني حنشوف غير مطارات، لكن هذه الكاميرا بمطار هيدا عم تصور هيدا، حغير لها انا ارجع اتجاهها. يعني هي تترك الكاميرا هي بترجع للوضع اللي كانت اساسا فيه. بالضبط مثل ما شايفين تغير اتجاهها. كلياتهم بالاخص بالدول المتقدمه عاملين انترنت كومبلاينت، انترنت بيست، وانه ادارتها هي عبر الانترنت تحت عنوان تسهيل الاداره، ولكن نسيوا انه هن وعم بصقد ما سهلوا اداره سهلوا الكرسنه عليهم والتشويش عليهم. اذا معادله امنيه بسيطه، مفادها امن المطارات من أمن الاتصالات، فأمن مطار بيروت الدولي لا بل مطارات العالم رهن بالثورة التكنولوجية، والثورة التكنولوجية في متناول الجميع، وبالتالي أمن المعلومات رهن بالتحركات، والتحركات رهن بالغايات. من محيط مطار بيروت الدولي، سلمى الحاج.